جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول Oh,
نازم فكاني ربني نو مولانا لايك آمين قريب باكستان الله أكبر شكرا ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه التابعين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الجمعة وفضلها رحمهم الله اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين أحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا النبي الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الجمعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد Thank you.
سيدنا وصدق سيدنا